هي على هيئة شريط من الدي ان اي. هذا الشريط يحتوي طبعا راح يكون هو مجزأ من شريط واحد، فهذه القطع الشريط من الدي ان اي هي عبارة عن الكروموسومات تضم داخلها الجينات الوراثية اللي راح تتكون، عبارة عن سلسلة من القواعد الهيتروجينية. ويحتوي شريط الدي ان اي أيضا على بروتينات الهيستون. اوكي، everyone knows that the genes control heredity from parents to children. كلكم تعرفون انه الجينات اللي راح تنظم الوراثه من الاباء الى الابناء. But most people do not realize that these same genes also control day-to-day function of all the body's cells. يعني احنا مو شرط انه الخليه تحافظ على الصفات الوراثيه، ممكن تحافظ على الصفات الوراثيه اللي تنقلها من الاباء الى الابناء، وانما ايضا تحافظ على وظيفه الخليه يوم بيوم. ناخذ هذا السكيم اللي هو يشمل ان ما موجود في داخل النواه اللي هو الجين اور المتمثل بالدي ان اي اللي راح يستنسخ فيما بعد الى ار ان اي فورميشن، وبعد ذلك راح يسوي بروتين اللي ممكن ان يدخل بالسيل ستراكشر اور سيل انزيمز، وبالتالي هي هذه وظيفه الخليه. خلي اشوف ايش كاتبين في الشات. الاشعارات يعني شنو اللي بيدي طلاب اسوي؟ هاي لان الطلاب بيتاخرون بالدخول، فهاي هسه ان شاء الله بس 5 دقائق وتتوقف. ما يخالف هسه اكبر لكم، راح انتظر 5 دقائق بين ما تخلص الاشعارات، اوكي؟ هسه السلايد شير احسن، السلايد شير احسن طلاب. ما يخالف حسوي لها ريكورد. The recording has started. هاي مشكلة العدد هواية، حنتظر 5 دقائق لحد ما تتوقف الإشعارات. يلا طلاب راح ابلش الاشعارات هسه شويه اقل من ذيك الثانيه، فاتنا الوقت راح تروح بالنص ساعه على المحاضره. المحاضره السابقه، ترى المحاضره السابقه قصيره طلاب مو طويله. المحاضره السابقه شفتوا بعد من الفيزيولوجيا انتوا اصلا، انا كلش مختصرتها، خلي يجيكم دكتور مثنى وشوفوا. عموما عيني يلا راح ابدي اليوم المحاضره، لا قصيره ما راح اطول ان شاء الله نص ساعه. اوكي، فهسه عندنا الجين الدي ان اي اللي هو موجود في داخل النواه راح يستنسخ بكل الاحوال الى ار ان اي فورميشن، وهذا الاستنساخ راح ينتج عنا بروتين فورميشن، ومن ثم راح يروح اما للسيل ستراكشر او صناعه انزيم معين، وبالتالي كليتها هذه هي وظيفه خليه.
راح ناخذ البروتين سينثيسيس اند سكريشن. احنا اليوم محاضرتنا طلاب هي كلها مراجعه للمعلومات السابقه، يعني ماكو شيء جديد تقريبا. فكلكم ماخذين صناعه البروتين اللي موجود في داخل الخليه in order for a gene to be expressed، حتى تعبر عن الجين it first must be used as a guide. هذا الجين اللي هو عباره عن تسلسل معين من القواعد النيتروجينيه على شريط الدي ان اي، اي قطعه صغيره من شريط الدي ان اي بيها مجموعه من القواعد النيتروجينيه تشفر لصناعه بروتين معين، قد يكون انزيم قد يكون هرمون او غيرها. اوكي، فحتى تصنع هذا الجزء اللي موجود على شريط الدي ان اي راح يعتبر كقالب تمبلت اور جايد. واضح؟ راح يستنسخ بفعل انزيمات معينه، يستنسخ الى ام ار ان اي. هذا شريط الام ار ان اي او الكودونز اللي راح سوري مو الكودونز، هذه قطعه الشريط الار ان الام ار ان اي راح تروح وين؟ حتروح الى الرايبوسوم اللي موجوده على الروف اندوبلازميك ريتيكولم. من راح يروح هذه قطعه شريط الدي الام ار ان اي تدخل في داخل الرايبوسوم، راح تترجم كل ثلاث قواعد نيتروجينيه تريبلتس اطلق عليها كودون، يترجم الى حامض اميني معين. اوكي، بعد ذلك عندنا لو اجي اشرح لكم اياها على هذا الفيجر، هو كل سهل وكل معلومات. هذا عندنا شريط بالاحمر او الوردي اللي هو شريط الام ار ان اي المستنسخ. هنا هذه وين موجوده؟ داخل جزيئتي الرايبوسوم. ترجمت جزيئه الرايبوسوم كل ثلاث قواعد نيتروجينيه مثل ما موجود بهذا الفيجر تشوفون. على سبيل المثال عندنا اليو جي جي اللي هو الام ار ان اي اللي سميناها الكودون، راح منه يقراها؟ يقراها التي ار ان اي واللي بي شنو هو مسمى لها الانتي كودون. واضح؟ فالانتي كودون راح تقرا اليو جي جي اللي هي ثلاث قواعد نيتروجينيه، الكودون اللي على الام ار ان اي اللي تم استنساخه، راح بعد ذلك التي ار ان اي راح يجيب الحامض الاميني الخاص بهذه الثلاث قواعد نيتروجينيه ويربطها على الرايبوسوم بجزيئه التي ار ان اي اللي قبلها، ومن ثم وهكذا كل ما يستمر شريط الام ار ان اي الرايبوسوم تستمر بقراءه كل ثلاث قواعد نيتروجينيه، التي ار ان اي اللي هو راح يكون الانتي كودون يعني المطابق ل الكودونات او اللي موجوده على الام ار ان اي، وتجيبها على هيئه حامض اميني وتربطها. بعد ذلك راح تتكون عندنا سلسله من الحوامض الامينيه، ثم تتغير هذه الحوامض الامينيه تنطي تركيب اولي وتركيب ثانوي وثالثي وغيرها حتى تكون لي جزيئه البروتين المطلوبه اللي تكون على شكل هيليكال او سفير يعني كرويه، وهكذا حسب جزيئه البروتين اللي مطلوبه. هذه كلها يعني معلومات بسيطه ومعلومات. راح ناخذ الـ 3 different types of RNA كلكم تعرفوها، المسجر RNA which carries the genetic code to the cytoplasm for controlling the type of protein اللي هو نفس الـ mRNA اللي تم استنساخه من شريط الـ DNA، وراح يروح المن إلى الرايبوسوم حتى يترجم القواعد النيتروجينية. الرايبوسومات هي اللي يترجم. الـ transfer RNA which transport activated amino acids to the ribosomes to be used in assembling the protein molecules اللي هو الناقل، راح ينقل لي الحوامض الامينيه المنشطه اللي موجوده بالسيتوبلازم واللي تم ترجمتها عن طريق الريبوسوم، ومن ثم ينقلها الى الريبوسوم حتى تتكون عندنا جزيئات البروتين. والريبوسومال ار ان اي which along with about 75 different proteins يعني ما تقارب عبارة عن 75 نوع مختلف من البروتينات اللي هي تكون لي الرايبوسوما وتحدد لي الشكل الفيزيولوجي اللي موجود للرايبوسوما واللي راح تتجمع بها الحوامض الأمينية اللي تخص البروتين المصنع. أوكي طلاب، راح ناخذ هسه الـ control of gene function and biochemical activity in cells. Genes control both the physical and chemical functions of the cell. الجينات هي اللي راح تسيطر لي على الوظائف الكيميائية والفيزيائية للخلية. Each cell has powerful internal feedback control mechanism that keep the various functional operations of the cell in step with one another. احنا عندنا هنا كل خلية طلاب تحتوي على سيطرة داخلية بها. هذه السيطرة قد تكون على مستوى الجينات
أو قد تكون على مستوى الانسجامات، وبكل الأحوال أسميها internal feedback حسب تركيز المواد اللي موجودة. لحد الآن يمكن يكون مبهم الموضوع، لكن هسه راح أبدي أوضح لكم. There are basically two methods by which the biochemical activities in the cell are controlled. One of these is genetic regulation. راح تخضع حتى تنظم الوظيفية فعالياتها الحيوية. راح تخضع إلى سيطرة جينية أطلق عليها genetic regulation. والسيطرة الأخرى اللي هي enzyme regulation. راح نجي ناخذهم وحدة وحدة بالتفصيل حتى افتهم شنو الجينيتيك ريجوليشن وشنو الانزيم ريجوليشن. Formation of all the enzymes needed for the synthetic process often is controlled by a sequence of genes located one after the other on the same chromosomal DNA strand. حتى تتكون عندنا مثلا خلية تصنع لي فد انزيمات معينة، مجموعة انزيمات راح تحتوي بالدي ان اي اللي موجود على الكروموسوم المعين اللي راح يصنع لي هاي الانزيمات اكيد اكثر من جين، لان انا كل بروتين او انزيم معين هو له جين خاص. هذه الجينات راح تقع مثلا على كروموسوم معين، فش راح تصير الجينات مترتبه جين بعد جين. اوكي، this area of the DNA strand is called an operon. هذه القطعة من الدي ان اي اللي بها جينات مرتبة واحد بعد الآخر راح أطلق عليها operon. And the genes responsible for forming the respective enzymes are called structural genes. Okay؟ والجينات اللي موجودة بها راح أطلق عليها structural genes. In the DNA strand there is segment called the promoter. في جزء من الدي ان اي اكو قطعة أطلق عليها البروموتر. البروموتر. This is a group of nucleotides that has a specific affinity for RNA polymerase. هذه القطعة البروموتر عبارة عن تسلسل من مجموعة من النيوكليوتيدات لها قابلية وألفة لربط أو ارتباط الـ RNA polymerase. The polymerase must bind with this promoter before it can begin traveling along the DNA strand to synthesize RNA. لازم الـ RNA polymerase يرتبط بمنطقة البروموتر، يلا ذاك الوقت بعد ذلك يبدي يستنسخ الجين اللي موجود اللي موجود على الجين. واضح لهنا أنا طلاب؟ أكو عندي مجموعة من الجينات على شريط الـ DNA، أطلق عليها هذه الجينات، كل جين راح أطلق عليه structural genes. واضح؟ و اكو منطقة اسمها بروموتر قبل الجينات. هذه البروموتر يعني قبل كل جين، هذه البروموتر عبارة عن مجموعة من القواعد النيتروجينية يرتبط بها الانزيم الـ RNA polymerase حتى يبدي ذاك الوقت يفك ويستنسخ قطعة الـ DNA المتخصصة لصناعة مادة معينة. The polymerase must bind with this promoter before it can begin traveling along the DNA strand to synthesize RNA. Therefore, the promoter is an essential element for activating the operon. يعني البروموتر ما راح ممكن يشتغل الأوبيرون اللي هي الجينات اللي راح تسوي لي عملية expression ما راح تشتغل دون وجود البروموتر. واضح؟ لأنه البروموتر هو اللي راح يرتبط به الـ RNA polymerase وبعد ذلك يبدي يصير باستنساخ الجينات اللي موجودة على الـ DNA. دون وجود البروموتر ما راح تتم أي عملية استنساخ لأن ماكو ربط للـ RNA polymerase على الـ DNA. هذه هو اللي أقصد به السيطرة الجينية. راح نأخذ الـ control of intracellular function by enzyme regulation. شلون راح تنظم الخلية فعالياتها الحيوية بتصنيع المادة المعينة المطلوبة عن طريق الإنزيم، التنظيم الإنزيمي. أوكي؟ In addition to control of cell function by genetic regulation, some cell activities are controlled by intracellular inhibitors or activators that act directly on specific intracellular enzymes. هنا هذه الانزيمات نفسها المادة اللي صنعتها الخلية أما راح تكون لي تحفيز لصناعة من جديد أو راح تثبط عملية الصناعة. شلون راح نوضحها؟ هنا أنا راح أبدي أوضح لكم إياها بشكل أفضل. الإنزيم inhibition. Some chemical substances formed in the cell have direct feedback effect in inhibiting the specific enzyme system.
that sensitize them, causing an allosteric conformational change that inactivates it. يمكن ما واضحة عندكم، راح أوضح لكم إياها. على سبيل المثال طلاب، عندنا الثايرويد جلاند فرزة هرمون الثايروكسين، واضح؟ هرمون الثايروكسين إلى مستوى معين في الجسم وراها لازم يتوقف الراجل. من يزيد عن حد صارت عندنا حالة مرضية، أكو فد إرق، أكو فد ديفكت موجود، لكن هو إلى تركيز معين الهاي ليمت مالته، من يوصل الهاي ليمت مالته هذا إيش راح يسوي؟ هذا التركيز العالي من هرمون الثايروكسين على سبيل المثال راح يسوي عملية فيدباك، نيجاتيف فيدباك انهبيشن المن للثايرويد ستيمولاتينج هرمون اللي هو الهرمون اللي يحفز لإفرازه. فايش راح يسوي؟ راح يوقف التي اس اتش اللي هو الهرمون اللي يحفز الغدة الدرقية على إفراز الثايروكسين، فتوقفت عندي عملية صناعة الثايروكسين واجتني إشارة للثايرويد جلاند انه خلاص توقفي، صار عندي ثايروكسين بشكل كافي. واضح؟ فالثايروكسين هنا أنا أسميها الإنزيم إنهبيشن اللي هو الإنزيم أو الهرمون اللي راح تصنع الخلية، هو نفسه راح بعدين ينطي إيعاز إنه الخلية توقف. ليش؟ لأن راح يطي يسويها نيجاتيف فيدباك، يطي إيعاز للهرمون أو المادة اللي تحفز إفرازه. واضح؟ هذه أسميها الإنزيم إنهبيشن. بينما الإنزيم أكتيفيشن، enzymes that are normally inactive often can be activated when needed. شلون يعني؟ على سبيل المثال نجي ناخذها، يقول انه هذا الانزيم لما راح ينقص راح شنو هو راح يحفز انتاج الماده التابعه له. على سبيل المثال an example of this occurs when most of the ATP has been depleted in a cell. احنا عندنا الادينوسين ترايفوسفيت اللي هو الادينوسين اللي راح يكون ثلاثي الفوسفات مركب عالي الطاقه، من راح يبدي يصير عمليه ديبليشن بنقص بش حيتحول الى ادينوسين دايفوسفيت، صح لو لا؟ زين، من راح يبدي بعد ذلك تقل هذه الجزيئه يعني حتى يصير بها ديبليشن وتنتهي بشكل كامل، ايش راح تتحول؟ تتحول الى الادينوسين مونوفوسفيت. وهذا الادينوسين مونوفوسفيت طلاب يكون هو مركب حلقي، فايش راح يسموه؟ سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت CAMP. In this case, a considerable amount of cyclic adenosine monophosphate begins to be formed as a breakdown product of the ATP. The presence of cyclic adenosine monophosphate in turn immediately activates the glycogen splitting enzyme phosphorylase, liberating glucose molecules that are rapidly metabolized and their energy used for replenishment of the ATP stock. حال ما يتكون عندي cyclic adenosine monophosphate، هذا بحد ذات المركب رأسا راح يحفز لي عملية تحويل الجلايكوجين اللي موجود بالليفر ويحرر من عنده جلوكوز، وبالتالي يحفز عملية الجلايكوليسيس حتى تحرر عندي مركب عالي الطاقة المتمثل بالأدينوسين ترايفوسفيت. فشنو اللي صار عندي؟ الأدينوسين ترايفوسفيت منقل وتحول إلى السايكليك أدينوسين مونوفوسفيت، هذا المركب حفز لي عملية إنتاج الـ ATP من جديد من خلال تحويل الجلايكوجين الموجود بالليفر إلى جلوكوز وتحفيز عملية التحلل السكري. واضح؟ فهاي اللي هي أسميها بالإنزيم أكتيفيشن. واضح؟ راح ناخذ بعض المصطلحات كلكم أكيد يعني مر عليكم السيل مايتوزز، إحنا ما راح ندخل تفاصيلها لأنه أنتوا كلها ماخذيها، تعرفون إنه الخلية من راح توصل إلى حد معين، حجم معين، راح تبدي تنقسم، تتكون إلى خليتين، وراح تستنسخ بها الكروموسومات، وهكذا بدل الوحدة راح يصير عندنا خليتين. عملية السيل مايتوزز تستغرق من 1 إلى 2 hours. واضح؟ ناخذ السيل ديفرنشيشن، special characteristic of cell growth and cell division is cell differentiation. يعني اكو ميزة خاصة للخلايا وانقسام الخلايا اللي هو هنا يقصد به تمايز الخلايا. شنو differentiation؟ which refers to changes in physical and functional properties of cells as they proliferate in the embryo to form the different bodily structures and organs. هنا هي راح تضاف خصائص وظيفية فيزيائية وكيميائية بحيث تحدد وظيفة الخلية اللي تم إنشائها أو تولدها مؤخرا. واضح؟ اللي هو تمايز الخلية.
يعني مجرد انه تخصيص وظيفة الخلية. اكو مصطلح ربما ما مر عليكم، اللي هو الابوبتوسيس، اللي ترجمه مالته programmed cell death، اللي هو الموت الخلوي المبرمج. When cells are no longer needed or become a threat to the organism, they undergo a suicidal programmed cell death or apoptosis. لما تكون طلاب الخلية مهددة لحياة الأورجانيزم اللي هي موجودة به، راح تخضع إلى موت مبرمج. هذا الموت المبرمج أطلق عليه الأبوبتوسيس، اللي هو انتحار للخلية، لكن راح يكون الانتحار هذا يعني في داخل الخلية نفسها. This process involved a specific proteolytic cascade that causes the cell to shrink. طبعا هي عبارة عن يعني تسلسلات من التحللات راح تحدث في داخل الخلية، راح يؤدي للخلية انه شرينك، راح تتقلص ومن ثم تتكثف وتتجزأ من الداخل مالتها to disassemble its cytoskeleton، راح يتكتل السيتوسكيليتون مالتها بداخلها and to alter its cell surface so that a neighboring phagocytic cell such as a macrophage can attach to the cell membrane and digest the cell. هنا شنو اللي حيصير بالخلية طلاب؟ اللي صارت هاي الخلية انتهت حياتها واعتبرت مهددة لحياة الأورجانيزم اللي موجودة به. إيش راح يصير بالخلية؟ راح تتقلص وتتقطع زين، ومن ثم تتكثف هذه القطع وتجي بعد ذلك خلية الماكروفاج بالتهام. بس خلي أشوف شنو الشات اللي إجاني. نعم سجل. سجل شو تريدين تقولين؟ اوكي مو مشكلة، ما راح اشرح لكم سريع. طلاب لما تكون الخلية عندي دا تموت او دا تهدد حياة الاورجانيزم اللي موجودة بي، راح تخضع الى موت مبرمج. هذا الموت المبرمج بالحقيقة هو عبارة عن تسلسل من التحللات اللي راح تحدث في داخل الخلية. ايش راح يصير بهاي الخلية؟ راح تبدي تتقلص بالحجم، ومن ثم تبدي تكثف السيتوسكيليتون بداخلها وتتجزأ. واضح؟ من تتجزأ هذه الخلية وصارت على هيئة قطع صغيرة، راح تجي خلية الفاجوسيتوسيل بالتهامها، وبذلك ينتهي وجود وأثر هذه الخلية. هذه العملية أسميها Program Cell Death، حالة صحية وطبيعية تحدث في كل الكائنات الحية. واضح؟ يسووا موت مبرمج للخلايا، حالة صحية وطبيعية في كل الكائنات الحية. وأيضا ممكن أن تحدث يعني هي خلال التطور الجنيني. كلكم يمكن شايفين الضفدع بالبداية من أول ما يتكون إلى شكل، وبعدين من يكبر الشكل ما يختلف عن ما تكون إله. هذه كلها هي عملية الأبوبتوزيس. إحنا بجسم الإنسان التكون الجنيني أيضا، عندنا جسم الإنسان بالبداية حتى بروزات الأصابع من هو جنين ما مبينه واضحة، يمكن كلكم شايفين بالأنيمي. شوية شوية تبدي تبرز الأصابع، هاي الأنسجة اللي بين العظام اللي دا تتكون هي تخضع الخلايا الموجودة بها للأبوبتوسيس، وبالتالي تبدي تتكون البروزات الخاصة بالأصابع. فهاي العملية حيوية وطبيعية تحدث في كل الكائنات الحية متعددة الخلايا. واضح؟ اللي أطلق عليها الأبوبتوسيس or programmed cell death، واضح الموت المبرمج للخلايا. In contrast to programmed cell death، على النقيض من هذه الحالة الصحية أو الطبيعية، cells that die as a result of an acute injury usually swell and burst due to loss of cell membrane integrity. على النقيض من البرمج للخلايا طلاب، أحياناً الخلية تموت نتيجة التهاب أو نتيجة ضرر معين. هذه الحالة إيش راح يصير بالخلية؟ بما انه هي حالة مو طبيعية، لانه اكو فد مؤثر خارجي اثر على الخلية، الخلية هنا ايش راح يصير بيها؟ راح تصير بيها حالة موت، بس هذا الموت مو مثل الابوبتوسيس. هنا هذا النوع من الموت اطلق عليه cell necrosis. cell necrosis. necrotic cells may spoil their contents causing inflammation and injury to neighboring cells. واضح؟ هنا شنو اللي راح يصير عندي بالخلية؟ أول الخلية قد تكون تعرضت لالتهاب معين لكن ماتت، هنا شو يصير بها؟ تنتفخ الخلية ومن ثم تنفجر،
الخلية من تنفجر ايش راح يصير؟ تذكرون شرحنا بالمحاضرة السابقة الخلية بها لايسوزوم؟ هاي اللايسوزوم راح تطلع لي برا، ايش راح تسوي؟ راح تحلل الخلية نفسها اللي تضررت وتحلل الخلايا المجاورة إلها، فتحول لي النسيج إلى نيكروتيك تيشو. الخلايا اللي خضعت إلى هذه الحالة نسميها نيكروتيك تيشو. والعملية كلها عملية الموت هذه راح نطلق عليها بالسيل نيكروسيس. على شوف شنو الإشعار. أو نتيجة نقص الأكسجين. طبعا أكيد هو راح يصير خلل، خلل بكل وظيفة الخلية طلاب، ما طول صار انجري، اكيوت انجري، انفلاميشن، قد تكون بكتيريا ضررت تحدث الضرر في هذه الخلية فراح تموت الخلية، لكن هذا الموت يختلف عن الموت المبرمج، الموت المبرمج حالة طبيعية تحدث في جسم الإنسان، لكن هنا شنو هو اللي يصير؟ بيصير عندي سيل نكروسس، الخلية ماتت انتفخت وانفجرت، من انفجرت حللت يعني حررت محتويات اللايسوزوم إلى الخارج وبالتالي موتت الخلية نفسها وأثرت على الخلايا المجاورة. واضح؟ apoptosis however is an orderly cell death يعني موت مبرمج وطبيعي مرتب للخلايا that results in disassembly and phagocytosis of the cell before any leakage of its content occurs. يعني هنا عندنا الخلية راح يصير الحالة الطبيعية الأبوبتوسيس راح يصير عملية التهام الخلية دون أن تحدث انفجار للخلية وتحرير محتوياتها من الخارج أو قبل ما تحدث هذه العملية تم عملية الالتهام. And neighboring cells usually remain healthy. هذه في حالة الأبوبتوسيس. هسه عرفتي شنو الفرق بين السيل نكروسيس وبين الأبوبتوسيس. أوكي؟ نجي ناخذ مصطلح آخر اللي هو الكانسر. Cancer is caused in all or almost all instances by mutation or by some other abnormal activation of cellular genes that control cell growth and cell mitosis. الكانسر طلاب يحدث بسبب طفرات أو يحدث بسبب بعض الفعاليات الخلل اللي راح يصير ببعض الجينات اللي تسيطر على دورة الخلية أو انقسام الخلية. أي جين يعني يخص انقسامات الخلية صار بي دفك صار بي خلل أو صار بي ميوتيشن راح يأثر لي على من على انقسام الخلية ودون السيطرة على عملية انقسامها. أكو إنزيمات خاصة موجودة بكل الخلايا أطلق عليها أونكوجينز. أونكوجينز اللي هي the abnormal genes are called هذه الجينات الغير طبيعية أطلق عليها الأونكوجينز also present in all cells are anti-oncogenes which suppress the activation of specific oncogenes. طلاب الأونكوجينز هي الجينات اللي تحول للخلية من انقسام مسيطر عليه إلى انقسام غير مسيطر عليه يعني تحويل الخلية الطبيعية من خلية طبيعية إلى خلية سرطانية. هذه موجودة بكل أنواع الخلايا عندنا أونكوجينز. لكن اكو جين اخر موجود بالخلايا اسمه الانتي اونكوجينز. هذا الانتي اونكوجينز هو اللي راح يسوي عمليه شنو سبريشن اور انهيبيشن للانكوجينز. من يصير عندي خلل بالانتي اونكوجين ايش راح يسيطر؟ راح يسيطر عندنا الانكوجينز وبالتالي راح يعني يصير عدم السيطره على انقسام الخليه وتحدث الامراض السرطانيه وتتحول الخليه الى خليه سرطانيه. لكن من ما عندي خلل بالانتي اونكوجينز الأونكوجينز راح يكون مسيطر عليها وصاير عليها عملية suppression or inhibition. واضح لهنا؟ هذا فيما يخص الكانسر. شنو الخصائص العامة للخلايا السرطانية؟ invasive characteristics of the cancer cell. The major differences between the cancer cell and the normal cell are the following. الاختلافات بين الخلية السرطانية والخلية الطبيعية الاختلافات التالية. أولا the cancer cell does not respect usual cellular growth limits. ما راح تخضع إلى محددات النمو أو الانقسام الخلوي الطبيعية. The reason for this is that these cells presumably do not require all the same growth factors that are necessary to cause growth of normal cells. الخلية السرطانية ما راح تحتاج الgrowth factor اللي تحتاجها الخلية العادية. لأن أصلاً هي عندها الأونكوجين كلش عالية واللي هي مسؤولة عن عملية الانقسام والكذا وراح تصير عملية انقسام الخلية انقسام يعني
ما مسيطر عليه ويعتبر انقسام مجنون، فما راح تحتاج اصلا حتى الجروث فاكتورز اللي تساهم بعمليه انقسام الخلايا، لان اصلا الجينات اللي مسؤوله عن انقسام الخليه راح يكون هي جينات مشكله وبها خلل بسبب الخلل الاصلي اللي هو راجع للانتي اونكوجينز. الخصائص الاخرى للكانسر سيلز اوبن ار بارلس ادهيزيف تو وان انذر، تذكرون حكينا بالمحاضره السابقه، يعني فاقده للادهيزيف مولكيولز اللي تربط البلازما ممبرين بين نيبرينج سيلز، therefore they have a tendency to wander through the tissue, to enter the bloodstream and to be transported all through the body where they form numerous new cancerous growth. يعني انه تفلت وتنتقل عبر مجرى الدم وتصير باي اماكن اخرى ممكن ان توصلها وترجع تكون نمو سرطاني جديد. Some cancers also produce angiogenic factors that cause many new blood vessels to grow into the cancer, thus supplying the nutrients required for cancer growth. هنا طلاب يعني الخلايا السرطانية لها قابلية على توليد الانجيوجينيك فاكتورز. شنو الانجيوجينيك فاكتورز؟ اللي هي المواد اللي تكون لي أوعية دموية جديدة في الخلية السرطانية، تفرز مواد تكون تساعد على تكوين أوعية دموية جديدة خاصة إلها، وبالتالي تحصل على كل المغذيات وتوجه النيوترينت بدل ما يروح للخلايا السليمة راح يروح يغذي الخلايا السرطانية نفسها اللي كونت إلها هذا الوعاء الدموي الخاص بها. واضح؟ هذه الخصائص الثلاثة اللي هي تخص الخلايا السرطانية. يعني ما طولت لكم بالمحاضرة لأن كنت حاسبة حساب إنه أخاف كل شيء يصير. فلهنا كملنا المحاضرة طلاب. إحنا أنا عندي وقت، يا ريت لو الجروب بي يبقون، مو لا سوري بعد 10 دقائق، عبالي بعد ساعة نص ساعة. زين عيني طلاب، أحد عنده سؤال؟ اليوم المحاضرة سهلة وبسيطة، أحد عنده سؤال طلاب؟ جاوبوني على الشات طلاب، سمعتوني إن شاء الله كلكم في التليفونات؟ أنا هسه حوقف ال عندها انجيوجينيك فاكتورز طلاب تولدها، الانجيوجينيك فاكتورز هذه هي لها القابلية على توليد خلايا جديدة دموية تسوي بلود كابلاريز وبالتالي تنشأ لها. احنا كل طلاب كل الخلايا ترى هي لها قابلية، يعني لكن الخلية السرطانية لها القابلية على تكوين أوعية دموية جديدة بشكل هائل. احنا شرحت لكم بالمحاضرة السابقة مثلا وعاء دموي، أنا هسه على سبيل المثال انجرحت، صح لو لا؟ هذا الجرح مو سوالي تلف بالأوعية الدموية وقطع بيها، لأن شو راح يبدأ الدم يتكون بين الجزء المقطوع والجزء الآخر اللي انقطع عنه الدم، فش راح يصير؟ أكو أنجيوجينيك فاكتور تفرزها الخلايا. الخلايا السرطانية كذلك إلها قابلية على تكوين أوعية دموية جديدة، لكن شنو هاي الأوعية الدموية الجديدة؟ تخصصها إلها فقط دون التغذية للمواد للخلايا السليمة الأخرى، فتوجه الدم وين؟ فقط إلها. واضح؟ طلاب بالنسبة للصوت يعني هو الـ FCC ترى هي هاي المشاكل مالته، يعني أنا شنو اللي بيدي أسوي لكم إياه؟ فتحت أكثر من صف صار تشويش بالصوت، عددكم هواية، يعني ما أعرف البروموتر أوكي ماكو مشكلة، هسه راح أرجع لكم على البروموتر.